مشاهدينا أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة تونسنا. ونستهل نشرتنا بالشأن الأمني الوطني، حيث أكد الاتحاد الوطني لنقابات الأمن أنه سيكشف أسماء كل المتواطئين مع الإرهابيين في تونس إن لم يتم التعامل بشكل جدي وبسرعة مع ملف الإرهاب. وأشار الاتحاد إلى عدم وجود خلافات مع السلطة القضائية، مشددين في الوقت ذاته على ثبوت وتورط عدد من القضاة الذين يتعاملون مع الإرهابيين. وقال عدد من النقابيين خلال الندوة الصحفية التي عقدها الاتحاد الوطني لنقابات قوة الأمن الجمعة أن المعطيات التي قدمتها وزارة الداخلية في الندوة الصحفية الأخيرة تم عرضها على الرئاسات الثلاث قبل التصريح بها. الإرهاب تداعياته على الأمن الوطني ما زالت تؤرق، وتهديداته متواصلة ما لم تجتث جذوره، وجرائمه لن تمحى ما دام المتطرفون يجوبون البلاد دون حسيب أو رقيب. موقوفون قبض عليهم ليتم إطلاق سراحهم ولينشئوا حياتهم من جديد وكأن شيئا لم يكن. هذا ما أثار تساؤلات الاتحاد الوطني لنقابات قوة الأمن التونسي الذي قدم اليوم في ندوة صحفية عقدها أعداد المتهمين الذين غادروا السجون أو لم يدخلوها إلى حد الآن. ويبقى السؤال مطروحا، لما لا يكشف الاتحاد قائمة المتورطين مع الإرهابيين؟ في سنة 2012 حسب الأرقام اللي عنا اللي هي ما تقلش عن الرقم اللي باش نمدوه، يتنجم تكون أكثر، لكن هذا الرقم وصلنا له أحنا من خلال فروع الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي في كامل تراب الجمهورية. حلنا المؤسسة حالة 478 نفر من التيار التكفيري هذايا إلى العدالة. 478 ملف نفر، 478 عنصر من التيار التكفيري هذايا بتهم متعدة، منها السفارة ومنها المدرسة الأمريكية وأحداث العبدلية. تم إيداع 117 منهم السجن، وتعرفوا الأحكام اللي خرجت أثر أحداث السفارة فضيحة. تم إطلاق سراح 361. تباطؤ القرار السياسي وعدم مواكبته للتحديات الأمنية، هذه وغيرها من الأسباب وبحسب ما قدمه عدد من النقابيين، كانت وراء امتداد نسيج هذا التنظيم وقيامه بعمليات إرهابية خلفت ضحايا من أبناء هذا الوطن. امبارح في صفحات التواصل الاجتماعي أنصار الشريعة ومن والاهم والتكفيريين والمجاهدين أصبحوا يعطون التأشيرة، يعني تلو التأشيرة، إلى وأنه قالوا السيد هذا توا استحل دمه، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، استحل دمه ويجب قتله، وهذا ما يسمى بالعدد رقم واحد في الطاغوت. هذا جاء منجر على طريقة تصرف لا مسؤولة من طرف بعض الحقوقيين اللي هما بصفة مباشرة أو غير مباشرة يدعموا في الإرهاب باسم القانون وباسم الحريات وباسم فهمتي الحريات الشخصية العامة والخاصة وباسم حقوق الإنسان. الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي ورغم تصريحه بأن لا خلافات له مع السلطات القضائية، أكد تورط عدد من القضاة مع الإرهابيين. وبحسب القراءات الأمنية فإنه لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي للإرهاب، مما يعني أن التنظيمات المسؤولة عنه ستعود من جديد لحشد صفوفها وبتقنيات وأساليب جديدة لتتأكد مرة أخرى المعطيات التي تبرز أن تونس لم تعد محطة عبور وإنما تحولت إلى وكر للتنظيم الإرهابي. احنا بعد عمل دؤوب لعوان الأمن زملائنا في كافة قطاعات حرس وشرطة تبين لنا أنه الأشخاص هذوما جاوزوا عملية عبور ووقع جلب أسلحة وتنظيم عمليات والقيام بذلك، حتى لذا احنا كنا في مستوى الحدث وحبينا على المتوانسة بالخطورة متاع الإرهاب هذا والتهديد متاعه وناخذوا حذرنا. القضاء على الإرهاب ممكن وإن توفرت العديد من الشروط ووجدت الحلول والتي قدم الاتحاد الوطني لنقابات الأمن التونسي بعضا منها، والمتمثلة في إحداث إدارة عامة لمكافحة الإرهاب وقطب قضائي يعنى بالأمنيين وتوفير الحماية الأمنية للقضاة المتعهدين بالقضايا. وعطينا الحلول من خلال إحداث قطب قضائي، من خلال توفير الحماية القانونية والحماية الأمنية لهم ولعائلاتهم، من خلال إجراءات أخرى، من خلال مساعدتنا النيابة العمومية في الإجراءات بتاعها وأنها تحيل الملفات الإرهابية إلى قضايا الإرهاب وقانون لمكافحة الإرهاب،
هذه هي الحلول. مرحلة قادمة علق عليها الاتحاد الوطني لنقابات الأمن التونسي آماله للقضاء على الإرهاب، موجها نداء أخيرا للسلطة المعنية بإعطائهم ضمانات مادية وإطلاق أيديهم لاجتثاث الآفة من جذورها. أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني توفيق الرحموني أنه تم تركيز المنطقة الحدودية العازلة بالصحراء التونسية بصفة رسمية، موضحا أن سبب إقامة هذه المنطقة يعود إلى عدة عوامل أمنية واقتصادية، أهمها تهريب المواد المدعمة وتضاعف التهديدات من قبل التنظيمات الإرهابية. الإعلان عن المنطقة الحدودية العازلة بالصحراء التونسية بقرار جمهوري، هذا ما أعلنه الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني خلال الندوة الصحفية المنعقدة صباح الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، موضحا أن هذا القرار جاء بعد عمليات تهريب متكررة وتهديدات أمنية من قبل عناصر إرهابية. تم على مستوى وزارة الدفاع الوطني اتخاذ إجراءات استباقية منذ سنوات تمثلت في تركيز العديد من الوحدات الترابية وتحديد بوابات الدخول والخروج، لكن وفي المدة الأخيرة على إثر تنامي التهديدات الأمنية تم إصدار هذا القرار الجمهوري. كما أشار الرحموني أن وزارة الدفاع اتخذت إجراءات استباقية لحماية المناطق الترابية، مؤكدا أن عملية الدخول للمنطقة الحدودية العازلة سيكون بترخيص الوالي المعني حسب التقسيم الإداري. إذن فيما يخص إجراءات الدخول والجولان بالمنطقة الحدودية العازلة، فيخضع الدخول بغرض العمل أو السياحة إلى ترخيص الوالي المعني حسب التقسيم الإداري المعتمد، ويتم الدخول والخروج عبر إحدى البوابات التالية: كمبوت، الكامور، الجبيل والمطروح. هذا وقد نفى ما قاله بوتفليقة حول خبر تركيز منطقة عسكرية أجنبية بتونس أنه خبر لا أساس له من الصحة. وفي سياق متصل، أكد مصدر أمني مطلع لصحيفة الصباح وحسب ما ورد في أحد مقالاتها الجمعة أن سيف الله بن حسين الملقب بأبي عياض فر من تونس قبل عدة أسابيع عبر الحدود البرية، مضيفا أن أبا عياض المطلوب رقم واحد على قائمة من تصنفهم وزارة الداخلية بالإرهابيين المنضوين تحت ما يعرف بأنصار الشريعة، متواجد الآن في ليبيا. وأضاف نفس المصدر أن سيف الله بن حسين تربطه علاقة متينة بالليبي عبد الكريم بالحاج الذي يقاربه سنا، إذ يعتقد أنهما التقيا في أفغانستان للجهاد عام 1988، وهو ما يبرر اختيار أبو عياض لليبيا للهروب والتخفي. كما كشفت تقارير إعلامية جزائرية أن مختار بالمختار أمير كتيبة الموقعين بالدماء سابقا يتحرك حاليا في صحراء ليبيا، مضيفة أنه المطلوب رقم واحد للأمن الجزائري وهو في ليبيا حاليا في مهمة لاقتناء أسلحة وتجنيد عناصر إرهابية جديدة في الجزائر وتونس. وأمام هذه المعطيات، فإن بعض المصادر الأمنية التونسية المطلعة ترشح إمكانية لقاء مختار بالمختار بأبي عياض على الأراضي الليبية قصد التخطيط للرد على قرار الحكومة التونسية تصنيف أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي، غير أن مصادر أمنية أخرى تستبعد مثل هذه اللقاءات. تم فجر الجمعة نقل الجثة التي عثر عليها الخميس في واد في سفح جبل الشعامبي بالقصرين إلى صفاقس لإجراء فحص جيني للتأكد من هويتها إثر تقرير طبي أولي أظهر أنها للمدعو خالد الفقراوي المصنف ضمن العناصر الإرهابية الخطيرة. أصدر قاضي التحقيق الرابع بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة بطاقتي تحجير السفر خارج تراب الجمهورية في حق كل من الأمين العام السابق لحزب الوحدة الشعبية محمد بوشيحة والأمين العام السابق لحزب التحرر الاجتماعي المنذر ثابت. وحسب ما ورد في مقال بصحيفة التونسية الجمعة، فإن سبب تحجير السفر يعود إلى التحقيق فيما عرف بقضية تحويل الأموال من رئاسة الجمهورية إلى عدد من الأمناء العامين السابقين لأحزاب سياسية في عهد الرئيس الأسبق بن علي. كما أصدر القاضي بطاقات تحجير سفر أخرى في حق كل من إسماعيل بولحية والمنجي الخماسي وأحمد خليل المستشار الأول السابق لرئاسة الجمهورية.
أكد وزير التجهيز والبيئة محمد سلمان أن ما اتخذ من تدابير لحماية المدن من الفيضانات في بداية السنة الحالية سجل نتائج إيجابية خلال التهطلات الأخيرة التي عرفتها عديد المدن. وأوضح سلمان خلال الندوة الصحفية المنعقدة صباح الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة أنه تم تسجيل انقطاع مؤقت لحركة المرور في بعض النقاط نتيجة تراكم المياه مع تسجيل أضرار لبعض الطرقات والمسالك، مشيرا إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لشفط المياه. الديوان دخل تقريبا في 108 نقطة، سخر تقريبا 280 عون و 86 آلية، إلى جانب ما سخرته وزارة التجهيز مع مسار حجوز صورة الطرقات. لكن من خلال التهاطلات الأخيرة اللي عرفتها البلاد، شفنا اللي منشآت حماية المدن أدت دورها كما ينبغي. فإحنا العديد من المدن هي محمية بمنشآت، يا إما قنوات وإلا حواجز ترابية. شفنا المنشآت هذه قامت بدورها. في المغرب اقتحم عشرات العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات المقر المركزي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود الائتلاف الحكومي في البلاد، احتجاجا على ما اسموه سياسة الأذان الصماء التي تواجه بها الحكومة احتجاجاتهم المتكررة للمطالبة بالحق في العمل. ورفع المحتجون شعارات تندد بسياسة الحكومة في مجال التشغيل وتطالبها بتنفيذ مرسوم سبق أن وقعت عليها الحكومة السابقة يقضي بالإدماج المباشر لهم في أسلاك الوظيفة العمومية في وقت تشدد فيه الحكومة على مبدأ إجراء مسابقات من أجل التعيين في الوظيفة العمومية في ظل كثرة العاطلين وقلة فرص الشغل. وتسلق العشرات منهم سور المقر المركزي للحزب في محاولة لاقتحامه قبل أن تتدخل قوات الأمن العمومية من أجل تفريق المتظاهرين، هذا وقد خلفت عملية التفريق 6 إصابات. في مصر كشف مسؤولون حكوميون في تصريحات لوكالات فرانس بريس الجمعة أن السلطات المصرية ستعلن قرارا بشأن حل جمعية الإخوان المسلمين خلال الأيام القليلة القادمة بعدما اتهمتها بالتورط في أعمال عنف مسلحة وتخزين أسلحة في مقرها والاشتغال بالسياسة. ويشار إلى أن السلطات المصرية اعتقلت أكثر من 2000 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في أعقاب فض اعتصاماتهم في القاهرة منتصف أوت الماضي، وتتهم السلطات المصرية قيادات الإخوان بالتحريض على قتل المتظاهرين وعلى العنف. وفي الملف السوري لا تزال قمة مجموعة العشرين المنعقدة في سان بطرسبرغ منقسمة بشأن سوريا وتحاول استئناف عملها في أجواء من التوتر بعدما اتهمت الولايات المتحدة روسيا بتحويل الأمم المتحدة إلى رهينة لديها. في المقابل حذرت روسيا الولايات المتحدة من أي ضربة على مخزون الأسلحة الكيميائية في سوريا. وتزامنت التصريحات الروسية مع إعلان وزارة الخارجية الصينية الجمعة عن تأييدها لقيام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدور مهم في حل الأزمة السورية. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد فشل الليلة الماضية في قمة مجموعة العشرين بإقناع المشاركين بضرورة القيام بعمل عسكري في سوريا. وفي سياق متصل أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة ألقاها في ثاني اجتماع عمل لقمة العشرين تحت عنوان الاستثمارات في النمو الاقتصادي وخلق فرص جديدة للعمل، أعلن أن الاقتصاد العالمي بحاجة إلى نمو مستقر وليس إلى تأمينه من تكرار الأزمات فقط، وأضاف قائلا إن بلدان مجموعة العشرين والعالم بأسره بحاجة إلى مصادر جديدة للنمو. وأكد بوتين أن بعض بلدان مجموعة العشرين لا تزال تواجه مشاكل جدية وتعاني بصورة خاصة من البطالة التي يزيد مستواها عما هو عليه قبل اندلاع الأزمة، موضحا أن مكافحة البطالة تتطلب زيادة حجم الاستثمارات الطويلة الأجل في الاقتصاد. وحول مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة أن الفلسطينيين يمكن أن يتراجعوا عن مبدأ تبادل الأراضي كأساس لاتفاق السلام مع إسرائيل في حال تراجعت الأخيرة عن الاتفاقات الموقعة مع الحكومات السابقة، موضحا أن موضوع التفاوض الآن هو ترسيم الحدود وأن إسرائيل تريد طي ما تم الاتفاق عليه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود أولمرت في موضوع الأمن والحدود.
في تركيا أعلن حزب العمال الكردستاني تعليق انسحاب عناصره المسلحة من تركيا احتجاجا على ما وصفه بتهرب الحكومة التركية من تعهداتها بحل القضية الكردية دستوريا وفق اتفاق سابق مع زعيم الحزب عبدالله أجلان الموجود حاليا في السجن. ونقلت وسائل إعلام كردية عن قائد الجناح العسكري للحزب الكردستاني جميل بايك أنه أمر بوقف الانسحاب وهدد بإعادة المنسحبين للقتال في تركيا من جديد إذا بقيت أنقرة على تجاهلها لتعهداتها حسب تعبيره. وكان أجلان أعلن وقفا لإطلاق النار في مارس بعد أشهر من المحادثات مع الدولة التركية، وبدأ مقاتلو الحزب ينسحبون إلى العراق في ماي الماضي في إطار اتفاق يتضمن تعزيز الحقوق الكردية. ويطالب الأكراد الذين يهيمنون على جنوب شرق تركيا ويمثلون خمس سكان البلاد بحق التعليم باللغة الكردية وتخفيف قوانين مكافحة الإرهاب وخفض نسبة الأصوات التي يتعين على أي حزب الحصول عليها لدخول البرلمان وهي حاليا 10%، بالإضافة إلى منح مزيد من السلطات للحكومات المحلية. أعلن الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس تعيين 5 وزراء جدد في تعديل وزاري يهدف إلى تهدئة احتجاجات المزارعين التي تشهدها البلاد منذ 3 أسابيع. وشمل التعديل الوزاري الذي أتى بعد أيام من استقالة الحكومة وزارات الزراعة والطاقة والداخلية والقضاء والبيئة. الرئيس الكولومبي الذي أطلق على حكومته اسم حكومة الوحدة والسلام الوطني دعا وزرائه لمساعدته في وضع حد ل5 عقود من الحرب مع القوات الثورية الكولومبية المسلحة المعروفة باسم فارك. ويتزامن التعديل الوزاري مع اندلاع اشتباكات جديدة بين الشرطة ومحتجين حاولوا إغلاق طرق سريعة رئيسية في البلاد. وتعد الاشتباكات الحلقة الأحدث في سلسلة المواجهات التي تشهدها البلاد على خلفية مطالب المزارعين بتغيير الرئيس لسياسته الاقتصادية والزراعية التي يعتبرونها فاشلة. وسعت كوريا الجنوبية حظر استيراد منتجات الأسماك من اليابان لتشمل جميع المنتجات السمكية من إقليم فوكوشيما الذي ضربه إشعاع نووي والمناطق 7 المجاورة له في مارس عام 2011. من جهتها حاولت حكومة طوكيو الدفاع عن موقفها، إذ قال كبير أمناء مجلس الوزراء منذ وقوع الحادث النووي ونحن نعمل على اعتماد أعلى مستوى في العالم من معايير السلامة والقيام بعملية تفتيش صارمة وضوابط على صادرات المواد الغذائية. وبموجب الإجراء من قبل حكومة سيول سيتم حظر كل المنتجات السمكية من هذه المنطقة اليابانية بغض النظر عما إذا كانت ملوثة أم لا. في هذا الخبر مشاهدينا نصل إلى ختام نشرتنا، نلقاكم في مواعيد أخبارية لاحقة.